السيدي الرحيم بعد الجميع. بعد الماتش اليوم شفنا معناتها بداية لقاء احنا في الحال نعرفوا شيء فريق منافس. جينا حضرنا تقريبا ثلاثة حصص في عام وقف الفريق وشفنا الهدف جاء ضد المرمى. أنا كان عندي فريق قلت أنا كنا نجاوز وخلاص مع الأسف تلعب المباريات على المستوى هذا لكن ضيع زوز خلاص في الشوط الأول نجم نخلصها في وجه الشوط الثاني حاولنا إن شاء الله تفوق إن شاء الله معناتها نعمل تغييرات لكن مع بدنيا معناتها الفريق ما كانش حاضر في المباراة وكان في مباراة الأسباب هذا تقريبا كان جاتنا فرص تستنى جميل ما استنيت فرص جاتنا حاولنا باش نعمل بلوك باش نعمل بلوك حتى دفاع المنطقه في وسط الميدان عملنا تغييرات الجهاز بالاروقه كيف حاولنا باش نعطيه اكثر من بس اروقه دعونا معناتها مبروك للجيش الملكي ان شاء الله هو الهدف اللي وقت اللي جيت في شهر مارس هو كون الفريق يسوق مع كسر جيتو في المرتبه العاشره وحط في الفريق الاربعين نفسه هذه الحاجه الاولى الحاجة الثانية نحن معناتها بالمجهودات طبعا في التوجه بعد على الجانب الاستاتيستيك الثاني وصلنا لدور نصف نهائي لكن كيما عملت تبدي الاحصائيات نتاع الهزات ولا نتاع الانتصارات ولا نتاع البلاد كنت تنجم تعمل زاد الاحصائيات عدد التمارين على خاطر المدرب باش ينجم يحسن الفريق ويطور فريق لازم يدرب نحن تقريبا في الشهر الاخير عملنا 5 تمارين من شهر خمسة تمارين في الشهر ما تنجمش نحن ما نحكيوش نحن نخدموا ربي يعين الجميع اللي من مباراة طنجة عملنا زوز تمارين وتوا كي جينا هنا عملنا زوز تمارين معناتها ناقص تمرين قبل مباراة طنجة هذاك الخامس اللي نحكي عليه عملنا أربع حصص تمرينية من مباراة طنجة دونك نحب نشكر الملاعبية على المستوى اللي تقدموه خاطر عطاونا كيما نقولوا احنا جبدوا من عظم كهو ما طاول عندهم ما طاول ماكسيموم ما تعرف كرة قدم في مستوى عالي راهو ما تنجمش معناتها تعمل تحط الامكانيات الكل وتعمل كل شيء ان شاء الله توصل الهدف تاعك خلي انت تقريبا ما عندكش انت كمدرب كما قلت معناتها المعون الخدمه نقول نحن تاعنا والتمارين مش تدرب مش تحط البدنية مش تحط التكتيكية يعطيهم صحة انا مش نشكرهم على مجهود وكهو معناتها النتيجة كانت باش تكون راح تستقر كما كانت باش تكون 1-1 أنا نتصور معناتها هذاك هو عطاونا عندهم وكاب وطنجة توا ثلاثة تمارين المباراة هذه معناتها عملنا رابعة دونك فهمت ما نحبش نقعد نعاود في نفس الواحد أنا نحب بالعكس نحب نكون إيجابي نحب نعطي حاجة ما نجمش نحكي حاجة كبيرة خاطر نحن تقريبا ما حضرناش الماتش كما يلزم ماتش الكوب ما حضرناش حتى الشامبيونان ملي الفريق سوفا معناتها ولات ما عادش عنده هدف دونك هذا هو معناتها اخر موسم والتراكمات اللي صايره قبل انا نقول الحمد لله اللي الفريق الاوبجيكتيف بالنسبه لي انا نقول جيت الاوبجيكتيف الفريق معناتها قعد في المركز نتاعو ما تغيرش المركز نتاعو باللي صاير كل ما نجمش تخدم 100% وزاد فما معلومة أخرى لازم تعرفوا لي من قبل المباراة طنجة سدوا علينا الملعب هذاك تاع التمارين سكروه باش يولي باركينج دونك كنا عندنا ملعب نتربو ولا مشينا للديكور ودخلنا في المسجد في الآخر فهمت معناتها أنت كمدرب كيفاش تنجم تكون لاعب يكون تعود عام كامل يتدرب مع جايين باش طبيعي وعطى وعمل الكارير نتاعو فجأة يجي يقرا في الديكور ويستنى التريني فهمت انا سمعت مثلا فريق تطوان يدرب على السنتيتيك انا ذاك من الاول نحن في شهرين شهر ونص الاخرين ما عادش عندنا ملعب ولينا ندربوا على السنتيتيك وصار مثلا حمزه الجناتي صار له كسر من السنتيتيك مش موجود ما تفهم برشا اشياء مع الاسف اللي فنيا تحكم فيه باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشن يوتيوب وفعلوا الجرس.